أزمة ثقة أستاذ أوراس، أزمة ثقة موجودة، بس أرجعك لسيناريو. يوم الحلبوسي صارت رند عندنا بالحلقة. الحلبوسي مو بعثي والحلبوسي مو إرهابي، أكو إشكاليات عن فساد قصور مدري شنو إلى آخره. بس البعض يقول لك عمي الحلبوسي ولا اللي كانوا يصحون قادمون يا بغداد، عمي الحلبوسي ولا اللي جعلوا مناطقهم بؤرة للإرهاب، الحلبوسي ولا ذول اللي ودوا ولدهم بالسجون من المخبر السري. هاي تقدم يقولوها. لا هاي كلهم يقولوها. لا تقدم يقول والله كل الخطاب كل الخطاب يقول هذا. هسه قادمون يا بغداد منو؟ ها قادمون المنصات يا بغداد. التي كانت زي. موجوده على هسه هو قال مسرورا شلون مسرورا عفان بخير اي والا انقاضيهم والا نروح كنا ونريد ولدنا مو صح؟ صحيح رجعنا لايام المعتقلين والمغيبين طيب ما انت ست سنوات رئيس مجلس النواب العفو ايش كنت تسوي؟ عفو العام ما تكوينه انت من طلعت من مجلس النواب من تتبيع بوزة سؤال وجيه هذا صحيح من طلعت من مجلس النواب وما شرعت قانون يكفل يطلع المعتقلين الابرياء اللي عندك ويحدد مصير المغيبين وتفتح المقابر الجماعية وتجيب الدي ان اي وتطلق كل ذي حق حقه ان اليتامى والارامل قمت تتبيع بوزات عليها بالمنصات بخطابات انتخابية هي هاي المراجع السنية بالسلطة احنا ما عندنا مرجعية دينية ولا عندنا اعراف عشاريه داخل العمليه السياسيه وما تنجح الاعراف العشاريه بالعمليه السياسيه وعندنا هالمنصب وهالمنصب هاي صايره لابد راعي له صحيح عاليه انت من يجي لا ارهاب ولا دكتاتور ولا بعثي ولا 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 صح انا دا اقول لك ثلاث ارباع الحكومه العراقيه والله العظيم اجزم لك العمليه السياسيه يستشيرون كبار القيادات البعثيه اللي خارج السلطه استاذ اوراس اللي طلعوا عجبتني هاي مال لابو ذراع صايره اي صح لا فعلا يعني هسه انا سني انا جيت يا بدي امشي منصبي اعطونا مجال اخواننا الشيعه تحترمون قراري يا بدي احترم قراري راح اروح اتفق ببيتي واجيب اخوتي ونجي عليكم يا شركانا هذا منصبنا هذول المرشحين اللي عندنا يخطاهن اسجنكم واحبسكم واريد ولدي ما طلعت قانون العفو لو ظليتوا لازمين القنوات اللي مسيطرين عليها وتدفعونها اموال وطالعين قرره وسياتي وسنمضي واليوم 150 واحد الصادق عليهم من قبل رئيس الجمهوريه بالاعدامات ثلاث ارباعهم ذولا ابرياء من راح هذول من راح ينعدمون منو اللي السبب اعدامهم وسبب الانتكاسه اللي راح تمر بعوائلهم مو اللي كان متولي منصب رئيس البرلمان رئيس السلطه التشريعيه رئيس التفاوض وورقه التفاوض السياسي مع شركاء الاخرين